السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، اش تعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم مات واحد جارنا، ويعني واش نقول لكم، بقى فينا ماشي هذاك، راه ماشي كنا حاسبينو جارنا، راه حاسبينو بحال بوانا. غتعرفوا شكون الا كنتو شفتوا معايا ديك حكيمه اللي عندها الموتور، اللي عندها الموتور ديالها، سميتو اللي مكتمشاش، عرفتوها؟ راه كلهم مساكن خوتها بحال هكاك، يعني كلهم مساكن ديك الحاله. مازال حكيمه راه دارت الموتور، هما مساكن ما داروا لا موتور لا والو، كان غير باها اللي كيديخوها للخدمه ويجيبو تاهو بحال حكيمه. وهو مات مسكين دابا، وخلاهم الله اش نقول لكم، الله يجعل سيدي ربي هو اللي غادي يحن فيهم، ليهم الله، خلاهم لله سبحانه وتعالى. هادشي اللي غادي نقول. المهم بقى فينا، بقى فينا بزاف. ما بغيتش نبكي، الحمد لله، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. كنقول الحمد لله، الحمد لله. الموت راه رحمه، تعذب مسكين، مرض مرض باش تعرفوا الاطباء هنا، ما حتى واحد ما جاب لي الخبر، ما زعما حتى واحد ما عارف المرضى ديالو. شي تيقول ليه الميكروب، شي يقول ليه السل، شي قال لك الكبده طحنت، شي تيقول ليه الريه مشات، ما عرفوش مساكن، خلاوه غير في السبيطار. المهم غير زعما ما داو لا كلينيك لا والو، غير السبيطار ديال الحسن الثاني اللي عندنا هنايا. صافي كيقولوا كل نهار كيجيبوا لي تحليله، كيديروا هاد التحليله، يديروا هاد الراديو، يديروا هذا. المهم ما اكتشفوش ليه المرض ديالو، ما عرفوش شنو. اللي سمعت انا قال لك، قال الثاني اللي قالت لي بنتو، قالت لك قالوا لها عنده واحد المرض ديال الفيران. شنو هي كي ميكروب ديال الفيران؟ ما عمرني سمعتها هذه، ما فهمتش انا شاد هاد الامراض ولا واش هاد السميات ولا واش هادشي. الله يلطف بينا، اللي يطلب يطلب السلامه، الله يلطف بينا. هادشي اللي غادي نقول لكم. ياسمين مالكي، مالكي تا لا حول واحد، راه ما ناسيتش والله، ما ناسي تقريبا. نقولك شي ماش 5 ايام هادي فمي كانت عندنا امي، هاد المدية ما تخليكش تنسي. راني صورت واحد الفيديو وخليته، درنا ليها واحد البرانك، وما المهم حد معانا، انا حطينا التليفون وخليناها كتهضر. صافي خليناها كتهضر، هي راه ما شافت التليفون، هي ما عندهاش بعد داكشي، ما كتردش البال، وخليناها كتهضر وغتسمعوا امي اش كتقول واش كدير، متعوضح. ولكن ما جابتهاش الوقت نحطو زعما قبل هذا الفيديو، مني وقع هادشي لهاد الناس مساكن. مات باهم، كنقولوا انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبرهم، الله يصبر عائلته، راه ما صابرينش. حكيمه كاع ما صابرهاش، وكان هو نقولوا واش نقول لكم، هو رجليهم وهو يديهم، مقرب لهم كلشي، مقرب لي مسكين كلشي، واخا مريض ويمشي يخدم ويجي تاني للدار ويتسخر مسكين. الله يرحمه، الله يرحمه. شي اللي غنقولوا قدر الله، شي اللي عطى الله مسكين. والله انا مشيت عنده قبل ما يموت بنهار، مشيت بالليل، شوفوا انا ما كنخرجش بالليل، وهذاك النهار وانا نقول، قلت لياسمين والبارح، والبارح بالليل اش قلت لكم ياسمين؟ انا ياسمين فاش بغيت نمشي؟ قلت لها قلت لها تسناني نمشي معاك، جيت يما ما سمعتكش. قلت لك والله انا ما عرفتش واش شي حاجه رفعتني المشاهدين، شي حاجه هزتني وقالت لي سيري عند دوك الناس. شوفي داك السيد بحال حسيت راه غيموت، وهما راه كيقولوا الاعمار بيد الله، وداك الشيء راه العلم ديال سيدي ربي ماشي ديالنا حنايا. ولكن انا عندي واحد الاحساس، شحال ما شفتو حيت انا كنت مريضه، عرفتو واش داز عليا، وراه باقاني فيه الحمد لله. راه عاوتاني مشيت عند الطبيبه، رجعت عندها قالت لي دير عاوتاني التحاليل ديال النبوله، نعرفوا هذا الميكروب فين وصل ياكو. ومشيت ديت لها العبار ديال السكر، هانتوما فين دايره انايا، ها فين دايره العبار ديال السكر، شحال كل نهار شحال كنلقى، وما بغاش يهبط لي السكر. هانتوما الريجيم راني دايره، هانتوما هاد الاسمده ديال الريجيم، راني درت الريجيم هادي ديال واحد البوماده، قالت لي بقاي ديريها 21 يوم على حساب داكشي ديال السكر، ديك الطير تاع السكر وداكشي اللي كيتفرقع اللي كيتفرقع. والله يدير لي تاول تاع الخير، راكم عارفين بلا ما نبقى نهضر. هذا الشيء قلت لكم ما بقيتش مشيت عندهم، الهاني غير المرض عليهم، والمشاكل راكم عارفين بلا ما نعاود لكم، كي كنقولوا خبر راه في راسكم راه غتفهموا. قال لك قال لك كي كيقولوا فهم القاري تهجى، الفهم يفهم والقاري تهجى، راه هذوك مشاكلي هما اللي داروا لي هذا الحال. شفتوا؟ شوف ها
سميتوها الشونتيو يبان لكم من هذه. انا حافظه القاعده. ماشي حافظه القاعده، داكشي اللي كاين اللي عطى الله هو هذا، داكشي اللي عطى الله هو هذا. راك تشوف هذا ملي تيكبر راه كيكثر فيه المرض. ها انتم سمعتوا باركين عليا، راه كبرتي هترتي ولا فيك النقير ولا فيك الصداع، ولكن لا عندك. شوفوا كنا في موضوع، حنا غنولي في موضوع. واش انا داك بنادم اللي كتبغي ليه مصلحته ما كتبغيهم يخرجوا بالليل الدراري؟ بالنسبه للدراري اش هذا تحبس؟ بالنسبه للدراري ما كنبغيهمش يخرجوا بالليل، ما كنبغيهمش يتعطلوا بالليل. علاش اش غيديروا في هذه الزنقه بالليل؟ لا اللي مجوج ولا الدري اللي باقي، يلا علاش غيتعطلوا؟ كاين غير الهلاك في الزنقه. اللي خرج الزنقه بالليل غيلقى غير الهلاك. ملي تهضري معاهم قال لك انت يا تحبسينا، حنا بنات تحبسينا في الدار، حنا مالنا عيالات، حنا هاضري انت تا تفرقعي ولا موتي انت كاع، شكون اللي تسوق لك؟ او يجبد الصداع المشاكل. واش كيجي فطور كيمشي مع 11 ولا كاين 11؟ لي لعندك راني فقت زعما بكري، ولكن كنا كنجمعوا هنايا تلاهينا. قلت ياسمين جمعنا زعما شويه باش ما نخلوش الروينه، باش تمشي معايا ياسمين ونحطوا داكشي اللي قسم الله وتجي ياسمين، انا نبقى نعاونوا مع داك شويه كيما اللي قديت. ما عرفتوني مريضه، ما بقى عندي الجهد. وقلت لكم صافي مشيت عند الطبيبه، خرجت لي ثاني تحاليل اخرين باش تعرف هذا المرض، هذا الميكروب فين وصل، واش بدا ينقص ولا باقي. وهذا الشيء اللي عطى الله، الله يلطف بينا، الله يلطف بينا، الله يلطف بينا، والله يهدي ما خلق. واللي عنده شي تريكه الله يهديها ليه، اللي عنده شي تريكه الله يهديها ليه. الشيء اللي غادي نقول، اللي عنده بحال هذه غيمشي يحفر قبره ويمشي يدفن قبل ما تفرقع عليه المراره. هذا الشيء اللي غنقول لكم، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، والله يهدي ما خلق، والله يهدي ما خلق. راه كنقول هذه، راه شوفوا داك الراجل اللي غيجي يديك انا نقولها ليه، انت برافي نقول لي شتي هذه راها فاعله وتاركه ومشراره وراها كاين وها كاين وها كاين. انا هاد نوبك على راسك عطيتها لك، لا تجي تشكى منها شي نهار. هذا الشيء اللي عطى الله صافي. زيدي ايوا غادي نمشي نشوفو، غادي نمشي المشاهدين دروك عند هاد الناس. والله يرحم والديكم لما دعيو ليه بالرحمه، ودعيو لهاد الوليدات ديالو الله يدير ليهم تاويل تاع الخير، والله يحنن فيهم قلب المسلمين يا سيدي ربي. يا ربي هادشي اللي غنقول، يا سيدي ربي جيب ليهم شي حد غادي يحنن فيهم، اللي غادي يعني غير يتعاون معاهم. راكم عرفتوا بلا ما نعاود لكم، راكم عارفين الانسان كلشي كلشي قاعد في الارض، كلشي يعني كلشي محتاج، كلشي ما الا ما قربتي للحاجه يعني ما غاديش. الله يدير لهم تاويل تاع الخير. هادشي اللي غادي نقول، دعيو معاهم، دعيو معاهم الله يصاوب لهم الايام، الله يدير لهم تاويل تاع الخير، والله يرحم ليهم هاد باه مسكين اللي مات، الله يرحمه ويوسع عليه ضاقة القبور، ويرحم جميع موتانا المسلمين يا ربي. واللي مريض الله يشافيه يا ربي، وهاد العواشر اللي مريض الله يشافيه يا سيدي ربي. دعيو مع المرضى ودعيو، انا كندعي معاكم، انا غندعي معاكم كاملين المشاهدين ديالي، وتانتوما دعيو مع هاد السيد، انا ندعي معاكم الله يدير لكم تاويل تاع الخير. تانتوما واللي محتاج شي حاجه الله يعني اللي ناوي شي حاجه الله يحققها ليه، واللي مريض الله يشافيه، واللي عنده صحيحته الله يخليها لي، والله يحفظ لكم الصحه ويحفظ لكم التريكه ويهديها لكم. هادشي اللي غادي نقول، الله يهدي لكم التريكه، اللي عنده شي وليدات الله يهديهم ليه، واللي مريض الله يشافيه، واللي عنده شي مشكل الله يحد الباس، والله يفكوا ليه هكاك نيت حيت انا عندي مشاكل، كندعي على المشاكل ندعي نقول يا ربي تفكوا. هادشي اللي كاين، واللي حامل الله يفك على خير يا ربي، واللي مشدود الله يطلق سراحه يا ربي امين. ونودي راه ما عرفتش كتجيك ديك الطلبه اللي كتلبس حدا الجامع ها انت سمعتوها خير ليا، دابا انا كندعيو للطلابه. ها الدعوه ديال الطلاب زيدوك، حنا راه كندعيو ماشي كنضحكوا. الله يا ربي زيد، يلا زيدي انا ندير دعي انت وانا نقول زيد، غنولوا دوك الحلاقيه برا ماشي الطلابه. والله يسمحني انا نشوفو، راه قال لك راه حالفه السن تضحك السن، واخا كاينه الموت ما غتخرج الموت من الدار، حتى كيتبسم بنادم ويضحك، واخا كاينه نموت، واخا يكون اللي كان بنادم راه كيضحك. سبحان الله العظيم هادشي راه كينزل من عند الله، والله يدير تاول تاع الخير. هادشي اللي غادي نقولو، والله يجعل اخر الاحزان يا رب، يجعل اخر الاحزان. سمحوا لي على الاضاءه، راه ما عنديش ديك اللين قريت ولا شي يقولوا لباباها، وراني نصور لكم عبر النهار وما بالليل، راه كيولي عندي غير الظلام الا ما داريش على التليفون راه والو. وهادشي اللي عطى الله. وسمحوا لي وليت كنتعطل عليكم في الفيديوهات، علاش؟ حيت اش نقول لكم، هادشي اللي ولا كيطرى لي انا، انا راني ما انا راني ما تليتش، عندي الخاطر باش غادي نصور باش غادي ندير، ولكن كنوض كنصبر. قلت لهم انا مقاتله مع هاد، يا لا كان سحر انا مقاتله معاه، عا الا كان مرض
مرض نفساني انا مقاتله معاه، كان الاكتئاب، ولاش تقولوا البابا الاكتئاب، الاكتئاب راني مقاتله معاه وانا دايره جهدي يدي مول الامانه ما انتو هادشي اللي عطى الله. مادام باش ندير لكم انا هادشي ديال ما كيقولوا ليها هذا الاكتئاب، نبقى نعاود لكم انا مشاكل الصداع المرضى هادي، وانا ضروري نعاود لكم شنو كاين، ولكن احنا ضاحكين في نفس الوقت، احنا ضاحكين والحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. اي والله يدير تاولت على الخير. واش نقول لكم، انا ما غنصور والو، ملي غنمشي عند الناس راني ما غنصور والو، غنمشي عند حكيمه ما غاديش نصور والو، انا نمشي نقدر نتشاور معاها نقول لها حكيمه واش مسكينه هي ما تبغيش، لا زعما هي تهضر زعما معاكم وداكشي، لا ما تجي ما تقدر كاع مسكينه حالتها حالها. انت راه اش نقول لكم، راكم عارفين اللي مجرب حال الموت ومات ليه شي حد عزيز راه غادي يفهمنا وغيحس بينا. هادشي اللي غادي نقول لكم، والله يدير تاول تاع الخير، الله يلطف بينا ومبروك عواشركم مسبقا، واخا مبقات خاطر ديال العواشر ولكن الحياه كتستمر يا هادي. ونوريكم انا ملي درت ماشي غنوريكم ثاني شنو ديت، الصدقه ما خصها كاع تبانيه. درت عشويه البغرير، انا درت عشويه البغرير كاع ما بغيت يصدق ليا بزز الا بان لكم، المهم درت عشويه البغرير وصافي داكشي اللي قسم الله وصافي، هادشي كلشي فايت، واللي دار شي حاجه دارها على سبيل الله، يا قليله يا كثيره. هادشي اللي غادي نقول لكم، يلاه بالسلامة عليكم. كنشوف لقيت كيفاش نصور ولا اجي بلاتي، اجي بلاتي هادي ما رديتيهاش، ولا بغات تهضر معاكم حكيمه ولا شي حاجه نتشاور معاها نشوف. الا شفت داكشي ماشي هو داك صافي، غنقول لكم بالسلامة، لنا غتشوفوا الفيديو هذا هو الاخر ديالو، كانت شي حاجه غنديرها لكم في الاخر ديال الفيديو. لا باقي راه حتى نشوف الرجال صافي، يلاه بالسلامة عليكم. نسيت المشاهدين ما تنساونيش من تجيو كومونتير الفيديوهات راه ما بقاوش كيطلعوا، يلاه 100 اللي كيشوف كي على تبارك الله زعما متبعيني غير 100، غير 100 تاع الناس لا، بارطاجيو ليا الفيديوهات الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم ما صعب، الله يعطيكم ما نويتو في خاطركم هذه العواشر. بارطاجيو ليا الفيديوهات وتعاونوا معايا غير بالبارطاج وجيم، راكم عارفين شنو كاين. الله يرحم ليكم الوالدين، يلاه بالسلامة عليكم. المشاهدين راني عند حكيمة، راني جيت عند حكيمة ما قدرتش نصورلكم، حكيمة ما صابراش ما بغاتش تسكت والو، ايوا صافي هادشي اللي عطى الله، ما قدرتش نصورها والله ما بغاتش تسكت ما صابراش، ايوا صافي الدار كيشتو عامرة وداكشي، ما قالت تعرفو الدار عامرة والناس طالعين، جيت على الكوزينة دوكا تخبيت فيها باش نهضر معاكم ونقول لكم شنو كاين. ما بصراحه هي ما قلت ليهاش غنصور ولا حتى حاجه، صافي قلت ما جاتش، ماشي الوقت المناسب هذه باش تقولي ليها غنصور وهذا، وما ساكتاش كي غدير مسكينه تهضر. والله كان حنين هذاك الراجل حق الله العظيم، كان مسكين لا مرض، كان لقى هو الاول يجي فاش تشد ولدي يجي مسكين، فاش خرج عاوتاني جا فرحان مسكين وجا عندي تلقاه هو الاول، الحمد لله كان يطلع لنا مسكين وكان حنين هذاك الراجل سبحان الله العظيم، والله الحمد لله على كل حال. الله يصبر عائلته ويصبر بنياته ووليداته ويوقف معاهم يا سيدي ربي، ويصبر عائلته خواتاته وخوته وكلشي، الله يصبرهم خواتاته مساكن ما صابرين عليه، ايوا الله يصبرهم. هادشي اللي غادي نقول نتوما المشاهدين، راني ما قدرت نصور والو، شوفوا حالتي انا يا راه ما عندناش مازال صافي خاطر ما كاينش كيفاش مازال غادي قاعد، والله هادشي اللي عطى الله المشاهدين. يلاه نقول لكم بالسلامه، ودعيو معاه بالرحمه، ودعيو مع وليداتو وعائلته بالصبر، هادشي اللي غادي نقول. يلاه بالسلامه عليكم.